مرحبا، والله يسعدك لأوقاتكم كل خير. اليوم إن شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل واحد من أنواع البسكوتي، وهو عبارة عن حلويات إيطالية. البسكوتي قريب من الفقاس المغربي، الفرق أن البسكوتي أغلب الوصفات بيكون ما فيها دسم، يعني ما في لا زيت ولا زبدة. بوصفتي لليوم راح أحتاج إلى 2 كوب طحين، واحد بشر ليمون، يعني ممكن ليمون ممكن برتقال، هي الوصفة فيها البرتقال بس أنا ما عندي برتقال، حطيت ليمون. 2 ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة من فانيلا، ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال. ممكن نستغني عن الليمون والبرتقال ونحط الفانيلا فقط. عندي هنا 3 حبات البيض، نصف كوب من الكرز المجفف، هو يفضل الكرز أو الكريمبوري، أنا اللي عندي هون مزيج من الكرز والبلبري، هذه الماركة اللي استخدمها. هي فيها حتى الزبيب الاسود، بس انا الزبيب الاسود اشيله لانه مثل ما انتم شايفين ما يتحمل معانا طبخ بالفرن وتحمير، فبيطلع اسود مرة مرة. عندي هنا نصف كوب من الفستق الحلبي اللي هو البيستاج البيستاشيو، وتلتين الكوب من السكر، انا منقصة هنا السكر مثل ما انتم شايفين. هي الوصفة الاصلية فيها 3/4 الكوب سكر، اللي يحب يحطها كلها يحطها. الحلو في البسكوت انه ما يحتاج عجن كتير مثل ما راح تشوفون معي. حطيت هنا الطحين، السكر، رشة الملح، كأني ما ذكرتها في البداية بس كانت موجودة، ملعقتين صغار من البيكنج باودر، يعني ولو نلتزم فيهم بيكون حلو، يعني ما نحاول نكتر. اوكي، طبعا هدول خلط خفيف زي كده، ثم ابشر عليهم الليمون. انا ما احب ابشره من قبل لحتى ما تطير ريحته. طبعا هدول نمزجهم بس زي كده بالسباتولا. اوكي، ثم انزل عليهم بالفستق والكرز المجفف. الكرز المجفف اذا شفنا انه في منهم لاصقين في بعض نحاول كده بايدينا نحركهم وندخل الطحين بينهم لحتى يفكوا من بعض اذا كانوا لاصقين، بس انا عندي لا سبق وفكيته، بس جالسه افرجكم الطريقه. خلص هذا اشيله على جنب. في كاس ثاني 3 بيضات، حطيت هنا 3 بيضات، رح احط عليهم ملعقه الفانيلا، ملعقه من نكهه البرتقال، طبعا اقفل هدول قبل لا ينسكبوا. الفرن شغلته على درجة حرارة 350، خلاص نمزج هدول على الخفيف. هذا الفرنيرة، خلاص ثم اضيفه على مزيج الطحين زي كده. نحرك، طبعا معروف انه مزيج البسكوت بيكون بيلصق ويبهدل الدنيا. نحن نحركه زي كده حتى نشوف انه الطحين كله مسك في البيض، يعني ما عاد عندنا لون الطحين الابيض. انا البس قفاز واجي، ثم بس بايدي احاول اجمع العجين، يعني ما اعجنه ولا ادعكه ولا شيء، مجرد اني نجمعه. طبعا مو شرط تلبسون القفاز، انا لبسته لاني عندي جرح براس اصبعي فاخاف يتفتح وينزل لي دم بالعجين. خلاص زي كده نجمعه حتى نشوف، ما فضل لنا طحين للصحن مثل ما انتم شايفين. خلاص هذا هو اتجمع معاي مثل ما شفتوا، وصفة جدا سهلة. خلاص هذه العجينة اتجمعت، نحتاج الى شوية طحين غير ال2 كوب اللي عملناهم، بس لحتى نشكل عليهم الاصابع حق العجين. انا عندي هذه الكمية اعمل منها اصبعين او زي ما انتم حابين، لان هو مثل ما انتم شايفين العجين ما بيكون فيه لا زيت ولا زبدة فبيكون بيلصق معانا بسرعة. كل اللي اعمله اقسم هذا على 2 زي كده، خلاص اعمله زي كده زي باجيت. اوكي، بالطول والعرض اللي نحن حابين، اللي ما في قياس محدد. شوفوا انتو كيف حابين تجي حجم الحبات قديش. اوكي زي كده،
انا اوريدي هنا مجهزه عندي صينيه الشرب، اجيبهم عليها زي كده. طبعا امسح الطحين قبل ما احط الصينيه. خلاص هذا هو، اضغط عليه زي كده لحتى اعطيه العرض اللي انا اباه، واحطه بالفرن على درجة حرارة 350 ل ادم اجا من 20 ل 25 دقيقة. طبعا احنا ما نطبخها تماما وانما تتماسك معنا. بعد ما نطلعها من الفرن ان شاء الله بنشوف مع بعض باقي الخطوات. هاي مامي، خلاص هذه احطها بالفرن. جهز عندي البسكوتي بعد ما طبخته لخمسة وعشرين دقيقة. مثل ما انتم شايفين كده هو بيكون لساته ما هو محمر وانما يعني متماسك وكل شيء. الان كله رح نعمله، بنقطعه وبنصفه بالصينية زي كده. طبعا نستنى عليه يبرد تماما او مجرد انه يصير دافي، المهم انه ما نقطعه هو سخن. التقطيع بواسطة سكين مسننة، بس طريقة التقطيع يعني ما ننزل كده من فوق كده نقعد ننشر وانما لا، يعني هذه طريقتي بالتقطيع بحيث انه هذه الجوانب ما تتكسر معي. يعني بالسكين بالاول اقص هذا الطرف ثم انزل لورا واقص الطرف الثاني زي كده. بهذه الطريقة تفضل معاي حواف الحافة صحيحة وما تتكسر. خلاص مثل ما انتم شايفين اقطعه كله زي كده ثم ارجعه للفرن. الوقت صراحة ما هو محدد، بس نشوف انه تحمر للدرجة اللي نحن حابين. طبعا نخليه شوي، نشيل الحبة ونشيك عليها من تحت، اذا شفناها تحمرت ممكن نقلبها او اننا نطفي الفرن ونشغل الشواية من فوق حق التحمير، نحمره شوي نطلعه ويكون صار عندنا جاهز. انا والبسكوت مثل ما انتم شايفين، طبعا انا العرض قطعته رقيق لانه ابغاه يصير كرانشي، اللي يحبوا عريض ممكن يقطعوا عريض. هو عموما هذا الحلى يتاكل بواسطه التغميس يعني، ونحن ناكله نغمسه بحليب او بالكوفي، فمشان هيك يعني العرض قطعوه للعرض اللي تحبه. هذا هو البسكوتي بعد ما اجهز معي مثل ما انتم شايفين، هنا اللي بالفستق والكرز وهذا اللي باللوز. طبعا البسكوتي بيكون كتير مقرمش مثل ما انتم شايفين. طبعا طريقة اكله ببساطة، هو يتغمس في الكوفي او بالحليب مثل ما انتم شايفين. هنا عندي كوفي، هما يحبوا يعملوه تخين ويخلوه كده فترة بالكوفي لحتى يتشرب، بس انا احبه رقيق. ياخذ نكهة الكوفي بيطلع كثير كثير طيب. وصفة كثير حلوة وسهلة، ان شاء الله تجربوها. الله يسعدكم يا رب، وثانك يو، باي.